طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. اليوم الذكرى 16 لتأسيس قناة الرافدين في عام 2006. انطلق هذا المنبر الحر ليكون شاهدا وناقلا لما يجري في العراق، بعيدا عن طرح القنوات الحزبية التي كانت وما زالت تعبر عن وجهة نظر مالكيها. الرافدين كانت وما زالت صوت العراقيين، كل العراقيين من الشمال إلى الجنوب، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو لغتهم. الرافدين وقفت بوجه الاحتلال الأمريكي والتدخل الإيراني، وما زالت الرافدين نقلت عمليات المقاومة العراقية ضد قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية. سلطت الرافدين الضوء منذ بدايتها على ملف حقوق الإنسان في العراق. نقلت ما جرى ويجري من تعذيب المعتقلين في السجون، وما زالت تواكب أحوال النازحين داخل المخيمات في العراق. الرافدين نقلت ثورة شباط عام 2011، ونقلت تظاهرات المحافظات المنتفضة عام 2013، ونقلت العمليات العسكرية بين قوات التحالف والقوات الحكومية من جهة، وبين تنظيم داعش. الرافدين رصدت عمليات الدمار التي لحقت بعد هذه العمليات حتى أصبحت مصدرا للقنوات الأجنبية في الصورة والخبر. الرافدين نقلت ثورة تشرين بكل خطواتها وبكل دماء شهدائها الذين سقطوا من أجل العراق. الرافدين لم تتخلف عن فضح جرائم القوات الحكومية والميليشيات بحق ثوار تشرين وناشطيها. الرافدين كانت وما زالت فاضحة للفساد وسرقة مال الدولة والشعب الذي يجري في العراق. الرافدين تشعل شمعة أخرى وهي تدخل عامها 17. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول الذكرى 16 لتأسيس قناة الرافدين. نتابع هذا الجرافيك ونعود إليكم. تعلن قناة رافدين أنها نجحت في استعادة حساباتها الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام، واللذين تعرضا للقرصنة في وقت سابق. إذن تحل اليوم الذكرى 16 لانطلاق قناة الرافدين الفضائية التي أراد القائمون عليها أن تكون رداً على نكبة احتلال العراق عام 2003، إذ أخذت قناة الرافدين على عاتقها خطاً تحريرياً وطنياً يتمثل في التصدي للاحتلال وعمليته السياسية ونتائجه الكارثية. دعونا نتابع هذا التقرير حول الذكرى 16 لتأسيس قناة الرافدين.
رغم الاستهداف والضغوط التي تعرضت لها قناة الرافدين الفضائية خلال مسيرة عملها، إلا أنها ظلت متمسكة بمنهجها التحريري والخط الوطني في التصدي لمشروع تدمير العراق الذي بدأه الغزو الأمريكي وعمليته السياسية. وانحازت القناة منذ إبصارها النور عام 2006 إلى العراق وهوية شعبه الوطنية الكلية وفضح النهج الطائفي الذي جلبته معها قوى العملية السياسية الفاسدة والعمل على ترسيخ وتعزيز الثقة بالنفس عند الشعب العراقي وقواه الحية الشعبية والوطنية وقدرتهم على مواجهة الاحتلال الأمريكي والإعلام الغربي والطائفي الذي أراد تثبيط هممهم وإشاعة روح الهزيمة والخنوع. فجاء انطلاق قناة الرافدين في هذه الحقبة المفصلية والدقيقة من تاريخ العراق ليمثل خطابها الوطني السائر عكس تيار الاحتلال ضربة قوية لمشروع الغزو وقواه الطائفية، فبدأت الحقائق تظهر جلية للرأي العام العراقي والعربي، حيث كانت الرافدين في مواجهة مباشرة مع الاحتلال الأمريكي وقوى العملية السياسية وميليشياتها بالصوت والصورة، محطمة حواجز الخوف ومعيدة الحياة للوعي الجمعي العراقي بعد محاولات تغييبه وتشويهه. فضحت القناة بإمكاناتها البسيطة حجم الدمار والمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال والميليشيات وفرق الموت الرديفة لها والفساد الذي رسخه المسؤولون الحكوميون، كما واكبت الرافدين أعمال المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي. في عام 2006 كانت قناة الرافدين على موعد مع استهداف مكتبها في بغداد بسيارة مفخخة، إلا أن هذا الاستهداف لم يثنها عن أداء رسالتها الإعلامية الوطنية، إذ واصلت مهمتها في الدفاع عن العراق ومؤازرة المظلومين بوجه السلطة وميليشياتهم. وتحت ضغط الرشا التي قدمتها حكومة المالكي للسلطات المصرية، أغلق مقر القناة الرئيسي في القاهرة، ومن ثم جرى نقله إلى مدينة اسطنبول. قناة الرافدين كانت طوال مسيرتها النموذج المشرق لإعلام مقاومة الشعوب للغزو والاحتلال الأجنبي، الإعلام الذي لم يهادن أو يساوم أو يخضع للتهديد أو الابتزاز، جاعلة من قضية العراق وشعبه البوصلة التي لن يضيع أو يتيه من يهتدي بها حتى وإن كان الطريق حالك الظلام. تم تفجير مكتب قناة الرافدين في العاصمة بغداد عام 2006. ضغطت حكومة المالكي على السلطات المصرية لغلق مقر القناة في مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة، فتم غلقها منتصف العام 2014. ورغم كل هذه الصعوبات والعراقيل لم يتوقف بث قناة الرافدين لتنتقل بعد ذلك إلى مدينة إسطنبول التركية. معنا الصحفي أحمد الجميلي من العاصمة بغداد. مرحبا بك معنا أحمد الجميلي، أنت يعني مواكب لقناة الرافدين منذ التأسيس ولغاية الآن، واليوم تحتفل قناة الرافدين في ذكراها 16. ما هو رأيك بمسيرة قناة الرافدين كل هذه الفترة؟ تحية لقناة الرافدين، القناة الجاهدة، وتحية لكادرها العراقي الوطني الخالص، وهم يقفون على ثغر من ثغور الجهاد بالكلمة الحقة وبالمنهج الوطني الصميم الذي يمثل تطلعات الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب. تحل علينا هذه الذكرى العزيزة لتأسيس هذه القناة المجاهدة التي انطلقت بالتزامن مع الذكرى الأليمة لاحتلال العراق، ومنذ اليوم الأول لتأسيسها ورغم الصعوبات التي واجهتها هذه القناة المجاهدة، إلا أنها واصلت منهاجها الوطني وواصلت دفاعها عن الشعب العراقي. ويحسب لقناة الرافدين أنها القناة الأولى التي كشفت ضيف المشروع الذي جاءت به قوات الاحتلال الأمريكي ومن تحالف معها من القوى الدولية الأجنبية الذين أرادوا كما يدعون من جعل العراق منارة أو مثالا يحتذى به للديمقراطية. منذ اليوم الأول وضعت قناة الرافدين الحقيقة نافعة واضحة أمام أعين الشعب العراقي، وقالت لهم بأن مشروع الاحتلال هو مشروع تهديم، وبأن
هذه العملية السياسية هي عملية فاشلة لا تضم سوى مجموعة من السراق ومن النفعيين، لذلك حوربت هذه القناة وضيق عليها بكافة الطرق وبكافة الوسائل، إلا أنها واصلت جهادها وواصلت كيف كشف زيف هذه المخططات الدنيئة، وما زالت، ونتمنى لها التوفيق في ذكرى تأسيسها. شكرا لك الأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي من العاصمة بغداد، معنا صباح من بغداد. صباح اليوم الذكرى 16 لتأسيس قناة الرافدين، انطلقت القناة في عام 2006 بتاريخ 10 من شهر نيسان. كيف ترى مسيرة قناة الرافدين كل هذه الفترة؟ السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بالنسبة لقناة الرافدين، طبعا احنا من المتابعين لها والمشاهدين لها، يعني صار يعني فترة من فترة الاحتلال ولحد الآن هي القناة الوحيدة اللي تمثل رأي الشارع العراقي الوطني، واحنا نعرف هاي القناة هي ضد الاحتلال الامريكي وضد المشروع الفارسي وضد الحكومات اللي شكلت من بعد 2003 ولحد الان وضد فسادهم، وهي الوحيدة اللي جاي تكشف بالفساد، وتعتبر القناة الاولى للمعارضة العراقية او معارضة ضد الحكومة العراقية. يعني احنا ما عندنا قنوات تمثلنا كناشطين او ناس ثوار او ناس ضد هذه الحكومات الفاسده، ما عندنا اي قناه، يعني اي قناه كلها تم كسبها تحت خيمه وعباءه الحكومه، وتشوفها كلها القنوات مطبله للحكومات اللي موجوده ومطبله للفاسدين ومطبله للسراق والمشاريع الزائفه اللي يحكون بيها. القناه الرافدين وشوفها محاربه، ليش؟ لان هي صوت العراق الحر، يعني هي اللي احنا من مرات نتصل بيها ونحكي عن آرائنا ونحكي عن طموحاتنا ونحكي عن ما يرضي رب العالمين تجاه الوطن، هي القناة الوحيدة اللي نقدر نعبر بيها ونحكي ونتكلم براحتنا بحرية. أما كل قنوات الإعلام وشبكة الإعلام العراقية تشوفها ممولة من قبل الأحزاب، حزب الدعوة والأحزاب الإسلامية ومجلس الأعلى والصدريين وكل القنوات، وحتى بالفترة الأخيرة ظهرت لنا قنوات خاصة للميليشيات الحشد وقامت تمجد وتسويهم مجاهدين وغيره، لكن قناة الرافدين جاي تكشف زيف الحكومة العراقية وفسادها، وتكشف المشروع الصفوي اللي جاي ينخر بالأمة الإسلامية، مو بس تأثيره على العراق، لا، تأثيره على الوطن العربي كله والدول العربية. يعني بعد كل هذه السنوات صباح والحديث عن الديمقراطية وحرية التعبير وأن للصحافة حق مكفول في العراق، الرافدين منذ أن تم تفجير مكتبها في عام 2006 لا تستطيع العودة إلى العراق وبث البث من هناك بسبب التضييق على الصحافة في العراق. إذن أين هي حرية الصحافة في العراق؟ ونحن نشاهد ليس فقط الرافدين، كثير من الصحفيين تعرضوا ومن القنوات تعرضت إلى التضييق وإلى المهاجمة وإلى الحرق. طبعا أي حرية للتعبير عن الرأي أو الإعلاميين الموجودين كل القنوات داخل بغداد وخارج بغداد احنا شفنا يتم استهدافهم واغتيالهم، واغتالهم أكثر دولة بالشرق الأوسط خلال هذه الفترة الأخيرة، أكثر إعلاميين انقتلهم على إيد الميليشيات والحشد هو بالعراق، فما الحرية التعبير عن الرأي ما موجودة عندنا بالعراق. كل شخص يعارض الحكومة وما موجود من سياسة الحكومة يتم إقصاءه، مثل ما تم إقصاء قناة الرافدين وتفجير المكتب ب 2006 وتم يعني إبعادها عن البلد، يعني ما يريدون صوت حر يعني يكشف زيفهم وفسادهم وهاي المشاريع الوهمية والديمقراطية اللي جت بها أمريكا والإيرانيين التبعية، يعني كلها زيف بزيف. فقناة الرافدين قعدت لهم بالمرصاد، وشوف هسه بالفترة الأخيرة السنوات الماضية أن قناة الرافدين صار عليها إقبال من جنوب العراق من البصرة والعمارة واتصالات، احنا نفرح بها من نشوف أخوتنا من جنوب العراق من يتصلون ومن شماله ومن غربه
ومن بغداد وكل اطياف الشعب لامتهم بعده برامج، يتصلون يعبرون على ارائهم ويكشفون زيف الفساد الحكومي الموجود بداخل العراق، وانها ماكو لا حريه ولا ديمقراطيه، كلهم ناس خونه وعملاء يجمعوا على ظهور الدبابات، والان من يطلعون بالاعلام يتبجحون لين الاعلام لهم والقنوات لهم، فبكيفهم يحجون؟ ماكو رادع لهم، ماكو صحافه تردهم، ماكو اعلام يردهم، كلهم مطبلين، اي اعلام موجود داخل البلد هذا مطبل للحكومه ومساند للعمليه السياسيه، وبالعكس يسوي لها تغطيه، المشاريع العملاقه الفاز اللي بيها فساد ما حد يقدر يحكي بيها، ليش؟ لان الاعلام ما جاي يتوجه عليه بصوره صحيحه. ان شاء الله تبقى الرافدين صوتا حرا ومنبرا لكل العراقيين. شكرا لك صباح من بغداد. أعزائي المشاهدين دعونا نتابع هذا الجرافيك حول دور قناة الرافدين بعد الاحتلال الأمريكي، فلنتابع. نعم، معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر، 16 سنة على تأسيس قناة الرافدين، كيف ترى مسيرة قناة الرافدين كل هذه السنوات؟ حياك الله. أهلا وسهلا بك. وتحياتي وتمنياتي لقناة الرافدين بطول العمر والسعادة والمزيد من التقدم والمزيد من العطاء والمزيد من الوفاء والمزيد من حب الولاء لوطنها ولشباب العراق ولشباب السائرين وشبابها الذين هاجروا من العراق، ولكل ما تحمله من قناة الرافدين من برامج ويعني كل ما اللي يحب الشعب العراقي بغير هاي القناة الرائعة الجميلة اللي يقدم الشعب العراقي المعافر والامور اللي تصير عندنا بالعراق، اللي بقنوات المخفيه اللي تطلع قناتهم الكل المكذبه المزيفه وليس الحقيقيه باللي يحدث بالعراق، هاي القناه اللي بينت للعراقيين صوره العراق كيف يحدث من 2003 ولحد الان بصوره وصوت وتسجيل ووقائع، يعني وقائع كلش يعني نقدر نقول عليها صح فاقة بإعلاميها وفاقة بالناس اللي يخرجون معاكم للشاشة وفاقة بكل تقدمها في كل يوم في كل ساعة. وتمنياتي وتحياتي لقناة الرافدين البطلة أستاذ قناة الرافدين، لأنه هي القناة اللي واقفة بوجه كل الأحزاب والسلطات العميلة اللي حكمت العراق من 2003 ولحد الآن. هذه القناة أكو بعض البيوت اللي يختصون معاكم واللي يحاولون تشويه هاي القناة واللي تخريب هاي القناة، فهاي القناة هي يعني رصاصة في صدور الأحزاب وفي صدور قياداتهم وميليشياتهم والأحزاب اللي تحكم العراق، اللي تبين وقائع اللي كيف يحدث العراق يعني في صورة صحيحة وفي صورة واجهة للعراقيين، وكيف العراق انه شعب وكافة الدول كافة المحافظات اللي تتابعكم واللي تتكلم معاكم مع حضرتكم، واحنا نشرف هاي القناة لانه هاي القناة صوت العراقيين في 2003 لحد الان تحدث بيها، يعني ماكو قناة تفتح صدورها وتفتح يعني كل اللي يصير عندنا بالعراق يعني تضرب بحقائقها بتوسعها
هاي القناة اللي أعطت صوت العراقيين وصورتهم الحقيقية وكشف اللي قاعد يصير عندنا بالعراق من الناشطين من الإعلاميين من المهجرين من الانتقالات من أمور اللي ضمها الحكومة وسلطة الأحزاب. هاي القناة الواحد يشوف فيها كشف الصور اللي يبين حقيقة العراقيين، لأنه هاي الحقيقة اللي العراق اللي صحيح اللي هي متمجد فيها الأحزاب اللي قاعد بنشوفها بالسلطة تخفي دائما الحقائق، تبين نفسها تحاول بالأحسن، تحاول نفسها تشجعها يعني أنه هي المقاومة، هي الأحسن، هي قدمت العراقيين، هي سوت الأمان. إن شاء الله تبقى منبرا لكل العراقيين وصوت المظلومين في العراق. معنا أياد من إسطنبول. سيد أياد، يعني تعرضت الرافدين طولة مسيرتها إلى تفجير في العاصمة بغداد في 2006، غلق لمقر القناة في القاهرة 2014 بضغط من حكومة المالكي، لكن كل هذا لم يمنع الرافدين من أن تستمر في بثها، لم تتوقف ولا دقيقة واحدة عن البث رغم كل هذه الضغوط. كيف ترى مسيرة الرافدين وهي تحتفل في ذكراها 16؟ تفضل. بداية تحياتي لك ولكل الكادر في قناة الرافدين المناضلة البطلة، وإلى الإداريين وإلى هيئة علماء المسلمين. وقبل أن نشير بذلك يجب أن نستذكر المرحوم الشيخ حارث الظاهري، لأنه ذكرى وفاته قبل أيام مرت علينا ومرت بحزن شديد على كل العراقيين، كل العراقيين الشرفاء طبعا. الحقيقة أن هذه القناة هي قناة حاولت بجهد إمكانها أن تنقل الصورة الواضحة النقية للعراقي أو الإعلام العراقي الأصيل. وتحدت كل التحديات والصعوبات وشقت كل المشقات من أجل أن تصل إلى هذا المستوى. حقيقة نحن نشكر هذه القناة المناضلة من أجل الوصول إلى الحقيقة وإلى نعم. شكرا لك أياد من إسطنبول كان معنا. هذا وفي الذكرى 16 لانطلاق قناة الرافدين الفضائية هنأ عدد من السياسيين والمفكرين والكتاب العاملين في القناة والقائمين عليها، حيث أشادوا جميعا بما تقدمه القناة من أخبار وبرامج هادفة وداعمة لقضية الشعب العراقي، متمنين لها الاستمرارية ومواصلة جهودها في التعبير عن تطلعات العراقيين ودعم مشروعهم التحرري من الاحتلال وتوابعه. وعبر بعضهم عن امتنانه لخطاب القناة وما تقدمه من محتوى مهني هادف ومعبر عن صوت المقاومة ضد الاحتلال ومشروعه السياسي، فلنتابع. الهدف المطروح من قبل القناة أساسي، خصوصا على مستوى إيصال الرسائل بطابع إعلامي في قبل كوادر محترفة وقادرة على متابعة الحدث، رصد الحدث، التعامل مع تطورات الحدث وتقديم المعلومة السريعة والناجحة. هذه أنا كما تابعت في السنوات الأخيرة كانت خصوصية وميزة أساسية بالنسبة لقناة الرافدين. ولعل من أبرز القنوات الإعلامية التي يمكن أن نقول بأنها عبرت عن صوت المقاومة ولا زالت مستمرة في هذا الاتجاه قناة الرافدين، ويمر عليها الآن 16 عام من تأسيسها. ومن خلال متابعاتنا بل ومشاركاتنا في هذه القناة لاحظنا بأنها هي صوت على كل للأحرار، وصوت للمقاومين، وصوت للعرب والمسلمين عموما، تعيش همومهم وتعيش أحلامهم وتعيش آلامهم وتنقل كذلك تطلعاتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها النجاح والتقدم والتصدر إن شاء الله كما هي عادتها دوما. أتوجه بالتهنئة القلبية لقناة الرافدين في ذكرى 16 لانطلاقتها، ولعلي في هذا المقام أذكر مواكبتي لهذه القناة منذ انطلاقتها، فما عرفناه عنها فكر رصين، خط داعم للمقاومة ثابت،
خطاب متوازن، متابعة لقضايا الأمة وهمومها. ما رأينا منهم إلا دعم لخط المقاومة ولخط الجهاد في عموم هذه الأمة وأينما كانت. قناة الرافدين والقائمين عليها لأنها قد خدمت منذ 16 سنة خدمات جليلة للشعب العراقي للتحرر من التبعيات الخارجية. نتمنى له أن تطول مدة هذه القناة وتخدم العراق على مدى الدهر إن شاء الله. في هذه الذكرى قال مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري بأن انطلاقة قناة الرافدين الفضائية عام 2006 لم تكن سهلة بسبب ضغوط الاحتلال وممارساته والظروف المعقدة التي يمر بها العراق، فضلا عن عدم توفر الإمكانات وقلة الدعم. دعونا نتابع ما قاله الدكتور مثنى حارث الضاري. لا أخفيكم، كانت الاستعدادات في القناة غير مكتملة. كنا نحتاج الانطلاق وقتها تقريبا إلى شهر أو شهرين حتى ننطلق، وكان مقررا بأن يكون الانطلاق يعني ليس في 10/4 وإنما قد يكون الانطلاق في 1/5 أو 1/6، لأنه كما تعلمون انتقلنا من فكرة الافتتاح أو إنشاء القناة في الإمارات إلى مصر، فاتخذت يعني الأمور مجرى آخر وتجارب أخرى، فكان يعني نحتاج شهرين على الأقل. ولكن في الهيئة صار تبادل الرأي حول هذا الموضوع وتم الاتفاق على أنه تنطلق القناة حتى وإن لم تكن جاهزة 100% يوم 10/4 لأنه بتاريخ قريب، حتى تكون رد على الاحتلال، وأن هذا الفعل الإعلامي المقاوم سينطلق في يوم 10/4، في اليوم الأول الاحتلال كما تفضل الأستاذ وليد الزبيدي، في اليوم الأول لانطلاق عمليات المقاومة. ومن هنا يحق وصف القناة أو توصف القناة بأنها قناة مقاومة، لأنها يعني اختارت هذا التاريخ بالتحديد، وقد وافق أيضا من الأمور يعني التقديرات الربانية أنه وافق ذلك اليوم المولد النبوي، فهذا شجع بعض الإخوة في الهيئة قالوا إذن الاختيار صائب. نعم، معنا اتصال أبو ياسين من بغداد. أبو ياسين، اليوم الرافدين تحتفل بالذكرى 16 لتأسيسها، كيف ترى مسيرة قناة الرافدين طوال كل هذه السنوات، طوال كل هذه الصعوبات التي لاقتها قناة الرافدين، كان في بغداد أو في القاهرة أو لغاية الآن، من ضغوطات تشويه من قبل الميليشيات، من قبل أحزاب سياسية تابعة إلى الحكومة؟ تفضل أبو ياسين من بغداد. معنا محمد من بغداد. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. كيف ترى مسيرة قناة الرافدين طوال كل هذه السنوات؟ نبارك لكم بتأسيس قناة الرافدين، قناة المحترمة الشريفة الوطنية اللي كل الصفات الحسنة بيها، وقناة متميزة عن باقي القنوات الموجودة العراقية حاليا بالعراق أو دي بتكون العراق. قناة الرافدين اختصت بنقل الحقيقة، وقناة هي وطنية بالدرجة الأساس، لأن صدق من قال يعني من الشيخ عارف الضاري رحمة الله عليه من حجاه، قال أول ما تأسست الحكومة قال هاي الحكومة طائفية وحتدمر البلد، يعني صدق مقولة الشيخ عارف الضاري. نعم. إذن كان سياسة القناة ومبدأ القناة هدفها كانت لتوعية الناس، وكانت تلقي رسالة. نعم. للحكومة تنبؤهم أو للحكومة على مود تقول هذا التصرف الخاطئ أو الزراعة الطائفية، أو تبلغ يعني تسلط الضوء على الشعب، على تراويهم الفضائح، تراويهم المجازر والجرائم اللي ارتكبوها حق الشعب هذا. بس الحكومه هم ما سكتت. نعم. حاربت القناه وطاردت القناه وهججت القناه وسوت اللي ما سوت، يعني على مود تسكت قول الحق او تسكت كلمه الحق. هي قناه الرافدين انا متابعها، قناه الرافدين من سنين يعني. نعم. فالمنهج ماله واضح، المنهج ماله واحد. نعم. قناة وطنية، قناة تهدف إلى إحقاق الحق، وقول الإمام علي. نعم. يقول لا تستوحشوا طريق الحق لقلة السالكين. نعم. فهي قناة الرافدين هي قناة الحق، إذا هي بقت. نعم. على منهجها، مو باقي قنوات الطائفية العنصرية. نعم. اللي تهدف بس قناة حزبية وبس تمجد
نعم للاحزاب وللرؤساء الكتل مالتهم، هاي قناه وطنيه. نعم محمد، قناه رقم واحد بالعراق يعني. نعم يعني ربما نجحت الاطراف السياسيه لبعض الوقت في تشويه قناه الرافدين، يعني كثير من الاتصالات جاءت على هذا المنبر، منبر صوتكم، عندما اندلعت ثورة تشرين في عام 2019 من يعني أبناء العراق في بغداد والمحافظات الجنوبية، بدأوا بمتابعة القناة. كثير منهم قدم الاعتذار، قال نحن كنا مغشوشين بدعاية الأحزاب السياسية، بدعاية القنوات التابعة للأحزاب السياسية التي كانت تدعي بأن الرافدين هي قناة طائفية. كيف ترى ذلك؟ بالبدايه صح، الناس كانت يعني شلون ما كانت مهتمه بقناه الرافدين وما كانت متابعتها باعتبارها هي كقناه، هم بعقليتهم بنظرهم يعني الناس نعم. تصورهم يعني عبالهم هي قناه حزبيه، قناه بعثيه، قناه نعم. القاعده من هالسوالف هاي اللي لا تودي ولا تجيب، فهي قناه هي مضمونه وطني، فالعالم من شافت التغطيات قناه الرافدين لثوره تشرين شافت الواقع، شافت القناة شلون دا تنقل المعاناة، شلون دا تنقل الثورة، شلون دا تنقل الاحتجاجات على الحكومة، وهي قناة اللي كانت المصداقية بالنقل. فالناس وعت على هذا الشيء، وأنا أتمنى من الشعب العراقي ككل، يعني نقول 20 أو 30% السواحل من الشعب العراقي اللي يتابعون القناة، أتمنى العراق كله يتابع القناة هاي، لأن هي القناة الوحيدة اللي تنطي مصداقية. فأتمنى من الشعب أن يتابعها. لأن هي نقلة الحقائق، نقلة الوقائع اللي كان يدور بالمظاهرات والقمع والكتل والهذا. نعم. فالناس كانوا مخدوعين صحيح، أنا وياك أتفق وياك، كانوا مخدوعين الناس. نعم. أنا أشكرك. نعم محمد، تفضل، تفضل، أختم. تفضل. لا بس كلمة أخيرة أقول إن شاء الله يعني هاي القناة تبقى رمز الوطنية يعني، وتبقى على مسيرتها. إن شاء الله. وأبارك لكم مرة ثانية تأسيس القناة. الله يبارك فيك ويسلمك. أنا أشكرك أخي محمد من بغداد كان معنا. أبو ياسين من بغداد يعاود الاتصال بنا، تفضل أبو ياسين. تحياتي لك. حياك الله يا أهلا بك، أهلا وسهلا. أخي هاي أخي تحياتي لك، أخوي هاي القناة هي رمز للعروبة ورمز للروح الوطنية، شلون اللي ينتمي لها هذا واحد يعني وطني. واللي ما ينتمي له هذا عميل. فأخي ما طول هاي الحكومة موجودة بالعراق، هاي القناة الظلمة لها، فخليها ليش تدافع عن العراق والأمة العربية وتدافع عن العروبة وتدافع عن وحدة العرب ووحدة العراق. فهذول اللي بالعراق ذي يحكمون، هذول انتماهم للعجم وانتماهم للأمريكان وانتماهم لتنزيق نسيج العراق والأمة العربية، فلهذا ما يحبون هاي القناة. فأني أتصل بهاي القناة الوطنية من 2012 كنت أتصل باسمي الشخصي، أنا اسمي فراس طبعاً. نعم. كنت أنه غيرك أبو ياسين لأن كبرت. فهاي القناة هي رمز للعروبة وتدافع عن العراق والأمة العربية، فاللي ما يريدها فهذا مو وطني. فأكثر الناس قبل كانوا يطلعون يعني يغلطون على القناة. فيعني هي القناة أسست للناس والعراق والأمة العربية أنه قناة وطنية. وبالاتفاق ال 90% طبعا اثبتت من صارت ثوره تشرين ما حد يدافع عن الثوره مال تشرين، هي بس قناه الرافدين، الباقي كله تزيف، تدافع عن كل المحافظات العراقيه قناه الرافدين. فهذا هسه اكو ناس يسووها بسمعه هاي القناه. نعم. فالحمد لله اول ما الجنوب هو اللي رفع القناه وطنيه، حتى قاموا يتصلون بالقناه أنا جاي شفنا بتابع القناة. نعم. يعني 25% جاي يعني يتكلمون ويا هالقناة بروح وطنية، قبل الله لا كانوا ما يعرفون انتماهم للأحزاب، وكان يقعد واحد أبو عمامة يعني يقول لهم هاي القناة قناة ترى إرهابية، قناة تنظيم القاعدة، فأكو ناس ذهل يعني ننطيهم حقهم، فشي يسوون يصدقون. فهسه الحمد لله العالم عرفت إنه هاي قناة وطنية، يعني أكثر العالم العربي عرفت هاي قناة وطنية. وأنا أشكرك. أنا أشكرك أبو ياسين من بغداد كان معنا. رسالة على الواتساب من كريم من تكريت يقول تحية خاصة لقناة الرافدين، يقول قناة الرافدين صوت العراقيين، يقول وهي القناة الوحيدة التي وقفت مع أبناء الشعب العراقي في السراء والضراء، يقول نشكر قناة الرافدين لموقفها الثابت مع العراقيين والتي حاول إسكات صوتها عملاء المنطقة الخضراء، ولكن صمدت أمام التحديات وجاهدت
لإيصال صوت الشعب العراقي. طبعا أضاف الدكتور مثنى حارث الضاري بأن هناك صعوبات وتحديات كثيرة واجهت قناة الرافدين منذ تأسيسها، من بينها ملاحقات قوات الاحتلال الأمريكي والمتعاونين معها لمراسليها وطواقمها الصحفية والأوضاع الأمنية التي يشهدها العراق. دعونا نتابع ما قاله الدكتور مثنى حارث الضاري. الصعوبة الأولى كانت فضلا عن التحدي في أن تنشئ قناة في زمن احتلال والعيون تترقبك وجنود الاحتلال والمتعاونون مع الاحتلال يترصدونك ليلا نهارا. يعني الصعوبة الأولى كانت فضلا عن التحدي في أن تنشئ قناة في زمن احتلال والعيون تترقبك وجنود الاحتلال والمتعاونون مع الاحتلال يترصدونك ليلا نهارا. فأسسنا مكتبا فقط ل الإعداد لانطلاقة القناة، وكان هذا المكتب يعني يضمني أنا واثنين من الإخوة، أحدهما ما زال إلى الآن مذيعا ومقدما في القناة وهو الأخ الدكتور سنان الشيخ، وشخص آخر خرج من القناة لظروف خاصة لعمل خاص آخر. أجرنا منزلا قريبا من مقر الهيئة في جامع أم القرى في حي العدل، وهذا المنزل كنا نتردد عليه من أجل التحضيرات الأولية لانطلاق القناة بعد أن تقرر أن القناة لا يمكن أن تفتح في العراق للظروف الصعبة. كان المقر الأول للقناة موجودا في بغداد، ولكن قبل الانطلاق تقرر نقلها إلى خارج، نقل القناة إلى خارج العراق بسبب الأوضاع الأمنية. هذا المنزل الذي كنا نتردد عليه صباحا فقد دوهم، واعتقل فيه اثنين من الإخوة من أعضاء الهيئة ليلتها، واعتقلوا أحدهما وفرج عنه بعد مدة، ولكن أحدهما وهو الآن من العاملين البارزين في مؤسسات الهيئة وعضو مجلس شورى الهيئة، اعتقل مدة طويلة في ملجأ الجادرية المشهور. بعد ذلك عندما انتقلنا إلى خارج العراق حاولنا أن نفتح القناة في مدينة الإنتاج الإعلامي كما قلت قبل قليل في دبي، ولكن رفض الطلب. وواضح هذا ينطبق تماما مع كلام الأستاذ وليد الزبيدي أنه لم تكن السبل مفتوحة، بل كانت المعوقات موضوعة أمام أي إعلام أو أي صوت للمقاومة، فرفضت أو لم تقبل لأن منطلقات القناة كانت واضحة وظاهرة ضد الاحتلال، وهذا لا يمكن أن يكون. نعم. معنا أبو سمية من محافظة الأنبار. أبو سمية، كيف ترى مسيرة قناة الرافدين على مدى 16 سنة؟ أبو سمية تسمعوني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بداية تحية لمقدم البرنامج، حياك الله على هذا البرنامج. الله يسلمك. وتحية لقناة الرافدين التي ولدت في ظل الاحتلال، ومن النادر جدا أن ترى قناة في ظل هذا الاحتلال، الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني. نعم. من النادر جدا أن ترى قناة تنبذ الطائفية، ومن النادر جدا أن ترى قناة تحافظ على دعم المقاومة منذ بداية الاحتلال وإلى هذه الساعة. إن الرافدين قناة لها قضية، على عكس بعض القنوات التي اتخذت من جراح العراق مسرحا لكي ترقص عليه. للأسف نرى كثيرا من القنوات العميلة، فلنقل القنوات الذيول، ذيول إيران وذيول أمريكا، التي استخدمت دخول القوات وجعلته كأنه فتح على العراقيين وللأسف. لكن قناة الرافدين ومنذ انطلاقتها الأولى فهمت المؤامرة وعلمت أن العراق ذاهب باتجاه خطير، ذاهب باتجاه احتلالين، احتلال أمريكي واحتلال إيراني. فحافظت هذه القناة على ألا تتنازل عن أي قضية لأي طائفة أو لأي قومية من داخل أرض الوطن، مهما كان مسماها ومهما كان موقعها. الرافدين تدافع عن العدالة. رأينا كثيرا من القنوات ربما قد سخرت من المقاومة، رأينا كثيرا من القنوات ربما قد سخرت من المتظاهرين السلميين، لكن قناة الرافدين تقف مع كل حس وطني، سواء كانت مقاومة مسلحة، سواء كانت مظاهرات سلمية، أو سواء كانت أصوات تداعي بحقوق العراقيين على وسائل التواصل الاجتماعي أو على الفضائيات. ورأيناها تغطي
ولا تتنازل، ونطالب من كل القنوات أن تقتدي بقناة الرافدين التي انطلقت كانت باقة لخدمة أهل، وشكرا لهذا البرنامج. شكرا لك أبو سمية من الأنبار كان معنا. طبعا في عام 2014 كنت أقدم نشرة الساعة الواحدة في القاهرة، وبعد يعني مرور حوالي 6 أو 7 دقائق على النشرة أبلغني المخرج في وقتها بأن البث قد انقطع بشكل مفاجئ، انقطع البث على قناة الرافدين دون إعلام إدارة قناة الرافدين بقطع هذا البث من قبل إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي. رغم انقطاع هذا البث ولكن بقي بث قناة الرافدين مستمرا على الإنترنت، وبعد أيام قليلة جدا عادت الرافدين لتبث على ترددها على الأقمار الصناعية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.